هل عندي فكرة؟ قولها. وفكرة تانية. قول التانية. لا أنا حاسس إن الأولانية أحلى. طب قولها. مش عارف، شاكك إن التانية ممكن تبقى أحلى. أنت بتسيب لي رب، قول أي واحدة وخلاص. طب والله ما أنا قايل. طب أنا عندي فكرة تالتة. إيه؟ إحنا الراجل نايم نهرب على طول. لا يا عمرو حرام، روقان ما لقيناش ممكن يروح فيها. صح عندك حق. بقول لك إيه؟ أنت تشوف عايز ياكل إيه؟ يشرب ايه؟ انت بتستهبل يا ناس. طب احنا المشكله دلوقتي لو هربنا هنمشي شمال ولا يمين؟ انا قريت بصراحه في كتاب الزراعه وانا مسافر نمشي على طول لحد ما نلاقي عماره. لحد ما نلاقي عماره. بس يا حيوان طمو. يلا 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 يلا. سلام عليكم يا حاج. يخرب بيتك. اوعى كده، انت ما بتعرفش تسوق كراسي. بط صوتك ده هو بقى. لا ما انا مش هعيش حياتي بطه كده. اقعد يا رجاله، اقعد اقعد. انا مش عارف اقعد. قعدت ازاي؟ تشرب حاجه؟ بس كولا. بس كولا، يعني بس كولا مش عايز حاجه تانيه. طب يا جدعان بقى انا مش هينفع، انا لو هقضي حياتي كلها مربوط عادي، بس مش هخش المنطقه كده ويتهز برستيجي. برستيجك يا جدع؟ انت ما عندكش دم. امك تايهه وتقول برستيج. ام تايهه يا ابني انت. وهو انا عندي مشكله، انا عايز اخش الحمام. تخش الحمام؟ قول هعمل حمام. اسمها اعمل حمام واخلص. بقول لك ام تايهه. وبعدين يا اخي مش الام اللي بتتوه ده، العيال اللي بيتوه والام اللي بتدور عليهم. بقول لك ايه، انا عندي فكره. ايه؟ انا اتفرجت على فيلم اجنبي جون بريدريز. ايه مين؟ برو بريزيز. برو بريزيز اتفرج عليه في الصيدليه. حفله 12. ايوه. اشمعنى حفله 12؟ بتبقى فاضيه. المهم ايوه، البطل كان قاعد تحت النافوره. حلو. كانت قاعده جنبه البطله. حلوه. البطل مسك ايديها. حلو. هي مسكت ايديه. ما لازم تمسك ايديها، ما كده ايديها ممسوكه. قال لها بحبك. حلو. قرب منها. حلو. قرب كمان. الله. قرب كمان. الله على اللحظه. البطل بقى بني ادم فك نفسه ازاي؟ يا ابني اصلا ما كانش مربوط. يا عم اسكت بقى، سيبنا في المصيبه اللي احنا فيها دي. عايز اشوف ايه اللي حصل في الفيلم ما شفتوش. كمل. احنا وقفنا لغايه فين؟ وقفنا لغايه ما قربوا اللحظه جايه. اللحظه بعدت. ليه كده؟ ليه كده بقى؟ بتموت ليه اللحظه جوانا؟ قربت تاني. حلو. هو قرب عليها. حلو. قرب كمان. اهو. فيلم خلص. يا ايه القرف ده؟ خلص ليه في اللحظه دي؟ في جزء تاني. يبقى نخش الجزء التاني. ممكن تخلص انت وهو بقى شويه؟ النهار قرب يطلع. عايزين نفك نفسنا. طب انا عندي فكره. قول. بص احنا نحك نفسنا في الحيطه. في الحيطه؟ انت بتسكت خالص بقك ده. حاضر. تعالى فكني الاول وانا ما اتفك افكك. طب استنى يلا. استنى ده بقوم انا. يلا. وانا على وشي. مش على وشي. على وشي. على وشي. بس بس بس. لف انت بقى. شبكت فيا. شبكت فيا. طب استنى. طيب طلعني. طلعني. ايوه بس بس. لف انت بقى كده. انت لف. هو يلف كده الناحيه دي. ازاي ما مين اللي هيفكني يعني؟ انا هفكك كده ما تتخافش. كده. وانت فك من هنا. يلا انا هفك. حاسب حاسب. اهو. ايوه انا. هات زمارة. اهو. ايوه ايوه. قرب. يا لهوي يخيبكوا يا دي العيال. ايه اللي بتعملوه جنب الحيطه ده؟ هي كانت ناقصاكوا داي الوكسه دي، والنعمه لا فضحكوا ما بقاش ومش حتوا ان ما فرجت عليكوا الحاره كلها. يا ابو يوسف. لا ابو يوسف. لا ابو يوسف هتشمت. يا ولاد يا حدي. في حد ينشط دلوقتي يا ليا. بس يا حيوان. بس اخرس شويه يا احمد. مفيش اي حاجه. مفيش اي حاجه. اقسم بالله هحبسك. كله تمام. يا اسلام. بس يا حيوان. يا اولاد اصحوا قوموا. شوف يا اللي بيحصل في الحياه يا اولاد. كلمه دي مريقه دي بدي عاشت مرجل مدن عابرين خدم ودي منجن دي اينا ني بابو اجي مور كنت ما ده ما سيتا ما ني بك ربيتي جا ارست ماتو ايه كده نو ما شاء الله يا قبلتي، يعني انت حافظه الفيلم كله. طبعا طبعا. هنود بعشقهم بعشقهم. ليا قصه حب معاهم. يا لهوي وصلت الهند. وصلت الهند. الهند اللي وصلت لي ازاي؟ ازاي هقول لك. شوفي يا ستي، كان يا مكان في سلف العصر. لا انت هتطولي عشان انا سايبه حاجه على البوتاجاز. بقول لك ايه؟ خلاص لما اكون بكلم تسكتي خالص. براحتك. طالما بفضفض معاكي استقبلي. براحتك. ما ترفضيش. بيتك يا اختي واعملي ما بدالي. شايفه الواد اللي هناك ده؟ ده مدبر يا جماعه. ده ما لا انت هتكلميني انا هندي؟ حرام. ما دي بدي انا ما
لا ده انت ناهي ناهي خالص. ناهي ناهي؟ الواد ده شايف عيونه الواسعة دي؟ أوه. انا خدت واحد عيونه اوسع. شايفة شعره ده؟ أوه. التاني كان شعره صغير حرير. وما قلتيش بقى يا فتنة على قبلتك كان عندي حفلة في السفارة الهندية. بتعملي فيها ايه دي؟ بغني يا اختي. بتغني هندي؟ بغني مصري. اه وغنيت هندي كمان. حافظ حاجه لسنجام؟ سنجام ميري منتي جامينا راج ميري منتي جامينا راج بول سنجام بول رادا برتا ميديا. عرفتي؟ لا ما يتخافش عليك. ما يتخافش عليا. امال مخي ايه؟ صندوق جزم؟ بس انا يعني ما سمعتش بحكايه جوازتك من المخفي ده هو. بصي يا حبيبتي انا عندي كروم استشعار. انت هتقولي لي امال ايه؟ ايه يا فتنه ده انا مربياكي على ايدي وعارفه كل حاجه. عارفه يا قبلتي. المح الراجل كده اعرف هو غني ولا شحات. عرفتي ازاي انه غني؟ يا اختي داخلين في السفاره الهندي ما بيعبروش حد غيره، فيل داخل عليه قهوه ليه، فيل طالع عليه حلويات عليه. يا خراشي. امال ايه؟ زحمة أفيال عشان حضرته ياكل ويشرب ويتبنى. بس يعني ده تبذير على الفاضي وبذخ. يا اختي احنا مالنا؟ بس طلع ايه بقى؟ مهراشة. مهراشة مرة واحدة؟ اه مهراشة ابن مهراشة. مهراشة لازم لازم طالما اعجب بيكي. امال ايه يا فتنة؟ طبعا. وراح داخل عليا بعد ما سقمت له كده وكده 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 حسيت بقى وراح باصص لي قال لي غني لي هندي. كلام بادي قال لي وادي هندي. لا بقى يعني معلش انزلي بالترجمة على طول معايا. ليه يا فتنة؟ معلش يا حبيبتي. العشاء دي كلها مش قادرة تفهمي لغاية يا فتنة. لا يا حبيبتي اسم الله عليك عايزة بس أعرف تفاصيل الحكاية القذرة. احنا كده يا حبيبتي احنا كده. يجوا الأجانب عندنا نطلعهم بيتكلموا مصري. إنما هما لا أنا لا بقى أنا آخد الكلام بالظبط وأحفظه حتى لو مش فاهماه أقاوح. مجتهدة. المهم يا أختي قال لي هجيب لك 20 فيل. عليهم ذهب والماس وياقوت ومرجان وحرير وتوابل. توابل يا فتنة عارفه التوابل اللي عندك دي؟ اه بقى لهم 30 سنه. اه من ايام الفندي ده. يا لهوي لا انت الطبيخ اللي بناكله ده كله من ايام المهرجه؟ نعم يا اختي ده انت مسرفه ده انت قرفاني في عيشتي على طول عايزه تطبخي وتاكلي تاكلي في بيتكم. يا اختي وانا باكل لوحدي. المهم يا اختي اتجوزته شفت اللي ما حدش شافه وبقيت اكوش 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 وجبت حته بيت يعني طلعت شبهه شويه. قال لي ايه بقى؟ قال ايه؟ حضرتك يا تختاري فنك يا تختاري الجواز بقى والبنت والحاجات دي. واخترتي ايه؟ فني طبعا. انت لا يمكن تكوني انسانه. انت 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 قلبك حجر. انا ما شفتش في قساوتك. شفتيش في قساوتي؟ تشتكين انت؟ ده انت كنتي لسه في بطن امك حته بتاع ده انت كنتي لسه مشروع عيل. مش عرفك انا بفكر ازاي؟ رميتي بنتك. رميتي بنتك ورميت غيرها وغير انت ما مالك يا بنت؟ ايه يا اختي؟ مالك يا بقول لك ايه؟ اهدي عليك. بقول لك ايه؟ ما تقعديش تعتبي فيا، انا حره. انت كنت رايقه وحلوه كده وباين انك كنت عماله ترقصي معاه. كان درماني ماضي يا رمادي او كرمستي كده. بس انت يعني قابلتي بترقصي على القاعد كده ده الهنود عفاريت بتنططوا تنطيط. مين دول العفاريت؟ ده احنا اللي عفرتنا العفاريت يا حبيبتي، دول حاجه كده على خفيف لكن احنا تقال الرقص كده. مش فاكره الست بديعه وصبني يا اختي ايامها كانت حلوه ايام ما كنت تلمزتها. بقول لك ايه يا فتنه؟ ايه يا اختي؟ انا عايزه اكل انا جعانه. جعانه؟ جعتي فجاه كده يعني؟ اه لما شفت الاكل بتاعهم والبخور والحاجات دي والتوابل جعانه. طيب يا اختي عايزه تاكلي ايه؟ قومي يا فتنه اعملي لي شوربه كوارع فراخ. كوارع فراخ؟ اه ما تقولي يا اختي رجلين فراخ وخلاص يعني ملهاش لازمه الانعاره. خلاصي؟ ايه؟ ايه الاهانه دي؟ اهانه لمين للفرخه ولا ليك؟ انا مش فاهمه. لينا كلنا كمخلوقات بشريه. طب يا اختي معلش بتقولي ايه على رجلين البهايم؟ انا ولا اقول ولا هي تقول. بتقولي ايه لما تروح تشتريها؟ بقول كوارع. امال الفرخه مش اقل من البهيمه يعني؟ ما هي مخلوقه برضو. الست حتى لما تبقى رجليها بيقولوا ايه؟ مش بيقولوا كوارع؟ يعني انت طالبه معاكي تمصمصي ايه دلوقتي؟ اشرب شوربه كوارع فراخ. طب يا اختي حق كوارع فراخ. يا رب انا تعبت من مال ضهرك؟ ايه؟ مال ده؟ لسه قايمه من فقره في البيت. فقره؟ والله ما عملت الشوربه بسرعه لكل ما خلصت لك الفقرات كلها ومالكيش اذاعه حتى خارجيه كمان. بقول لك يا معلمه اهم حاجه في الشغلانه بتاعتنا دي الضمير. هو انا ليه قلت لك سلم الشقه بعد 10 سنين؟ عشان ضمير. انت ما عندكش ضمير مش مشكله. واهم حاجه اختار الالوان. بحلقي مع بحلقي ما اداكش اخضر. طب بحلقي مع اصفر يديك المطلوب. بعدين عايز اقول لك حاجه اما تيجي تتكلم مع نصت عسلابة مخ لازم تبقى عامل كده. بعدين عايز اديك مثال من اخ لاخواته في البيت. لو مراتك زعقت لك ما تردش عليها. ده رابطك. اسمع اللي بقول لك عليه ما تمدش ايدي عليه. ليه بقى؟ ممكن ما تعملكش اكل وانت لو ما اكلتش هتموت من الجوع. استنى استنى. ابو السيد ايه يا حبيب قلبي وحشني ياه. لا لا مش هينفع اجيلك دلوقتي. لا لا ده انا بدي درس كده لواد غبي. اه
لا بقول لك مش هينفع والله العظيم بدل اهو اسمع بس بقول له انت اسمع بيقول لي سمعني الضرب ايوه بس ماشي يا ابن عمي انت عايزني دلوقتي طب حجيلك هو عايز يسمع الضربه تاني لا خلاص مش هينفع بقى خلاص يا حبيبي وان فورس اجين يلا جود افترنون جاي لك يا بنتي بقول لك يا معلمه انا هروح المشوار ده وبعد ما اجي هبقى اديك بقيه النصايح خد مين انت رايح جاي رايح جاي في مالك بس عايز اقول لك كلمتين اسمع بس نزل ايديك ديت نزل ايديك الاول بس بص يا معلم هتفتري هفتري عليك وانا ممكن والله العظيم ثلاث امد ايدي عليك انا مش عايز امد ايدي عليك بس عشان خاطر امد ايدك عليا انا اوريك اللي افترى على عينه بعد اذنك يا معلم ممكن واحد حمص الشام عاوز تشرب الحمص عشان ابيك الحمص خفيف يلا كده يا قبلتي قبل ما الشوربه تبرد يا اختي ايه ده راحت فين الوليه دي قبلتي امبابه يا قبلتي يا مرار يا اختي الوليه سهتني ونزلت يا خوفي لا تسرح زي المره اللي فاتت ونجيبها من فوق سور القلعه ده مرار ايه ده بس يا رب يا عم انت بقى قلت لك مش هتنضف في اليافطه دي يا عم انا اصلا ما كنتش عايز احطها في الشارع امال هتشتغل يافطه ازاي هتحطها في الصاله يا عم انا محبط نفسيا مهزوز كمان من جوايا قلت لكم مش عايز اطلع الفرح ده انا ما كنتش محضر حاجه استهدى بقى بالله هتروق والله العظيم والفلوس هتجري في ايدك انا مش عايزها تجري انا عايزها تقعد في ايدي شويه والله انا نسيت شكل الخمسين جنيه مش فاكر مرسوم عليها ايه بيبقى عليها معبد الكرنك بجد او جامع الازهر والله ما عدت فاكر انا كمان بقول لك ايه انا هكلم الواد عسليه عشان اظبط لك الاستوديو وتسجل الاغنيه بتاعتك اسجل ايه الاغنيه ما فيهاش غير كوبليه واحد لازم اقعد مع الشاعر عشان اكملها طب ما تقعد مع الشاعر ما انا الشاعر مش عارف اقعد مع نفسي طب استاذن انا عشان يا عم اقعد بقى انا مخنوق قوي يا عم اعمل لي سندوتش جبنه خشب يا حلوة العب 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 انت يا واد يا ولعة تعالى وهات الولعة اه يا ست امبابة ولعيها ولعة انت يا واد يا ولعة شوف لي زباين قلعة اه يا ست امبابة ايام فتشاهم امور يا ست امبابة هات شيشة هتطبق هنطبق هات الفلوس الاول اللي عليك خد اوعى الدور ده على 50 جنيه حتة واحدة ده انت جمدت قوي يلا جيت برجليك يا حلوة خش عليا انتوا طبعا فلستوا وقاعدين على جنب كده عاملين فيها تنابله السلطان الحقيني يا افراح امك مش لاقياها لا يا اختي سهتني ونزلت ايوه والنبي ده انا لو قاعده بعيل صغير كان اهون شوف اخواتك فين وروحوا دوروا عليها دوروا يا اختي وانا لو اعرف هتدوروا فين ما كنت قلت لك الله يلا مع السلامه واطمنيني النبي يا رب استرها معايا ومع الوليه المجنونه دي هات يا اخويا الجلابيه مالك ماسك فيها كده مش انت اللي لعبت عليها هات واد يا ولع ست امبابة لا يا اخويا خلي جستر نفسك بيها الله يكرمك يا ست امبابة اغسل لي دول وهاتهم لي على فوق اوعى يا ست امبابة اما لطاهم امال ايه او ايه ده ايه ده ياما بتقلعي الرجاله هدومها يا اختي هم اللي قلعين اما مين يا لهوي ما تحطيش ايدك عليا انت طمانه في الدهب انت رايه مسكينه شفتك في التلفزيون ايه ده ست امبابة دي بنتك انت كمان معاها يبقى انت كمان نصاب وحرامي انت عبد العال يا لهوي يا دهوتي لا حول ولا قوه الا بالله الحقوني يا عالم الحقوني يا خال يا مثبت العقل والدين اخرس انت يعني انت نسيتي دي وفاكره دي وهي دي زي دي يا شباب امشوا حراميه يا نصابين يا غجر يلا يا حراميه استني بس يا امبابه ايوه ست امبابه يا مولعاها اهو يا عم تعمل اعجابني هنا لا يا عم انا مش هسرق اغاني هنا مش سرقه يا بني ادم ده اقتباس مش سرقه ايه الحق الحق ياه شفت بقى عربيات العفش بيسيبوا الباب اللي ورا مفتوح يا بني ادم دي شكلها موميا وكانت رايحه المتحف لا ده شكله مله سرير وقعت من استنى كده وريني صفحه الرياضه قائمه اجباريه للاهلي الاهلي عنده قائمه اجباريه ايوه يا عم الحمد لله انت مين يا ابني وقال لك فين بالظبط انا ايه ده طب وايه اللي جاب هنا للجيزه استنى بس لما نفهم الواد ده شكله شحات وعامل طريقه جديده للشحات روح يا ابني ربنا يسهل انا ما بحبش بقى الشحاتين مشيه يلا مشيه بقى بس يا عمرو في ايه ومفيش رحمه مفيش رأفه مفيش فكه نديها له معيش غير 5 جنيه هات ال 5 جنيه هيرضى اتفضل معاك فكه 5 مش عايز فلوس مش عايز طب هاتها
معايا. طب ما انا عايزها. ما انا هجيبها لك. طب ما انا قاعد. ما انا هاجي لك. في ايه يا عم؟ ما تسالنا في موضوعنا يا اخي. الراجل هيموت مننا. قول كده. بقولها حلوه قوي يا اخي. انت مين يا ابني وعايز ايه يا ابني؟ يا ابني ما تتكلم يا ابني. طب ما نفكوا بقى، ما نفكوا ممكن نتكلم. البق، لقيت البق. فك كمان، فك كمان. استنى ندي البق ميه احسن يكون الولد عطشان يا عين. خد يا حبيبي. اه يا حبيبي. اه ايه يا حبيبي اتكلم. لازم تعيطش. انت مين يا حبيبي؟ انت مين؟ عسلية. اخويا عسلية؟ ده هو. عسلية مين اللي عمل فيك كده؟ ايه ما انت فكناك يا انت غبي يلا؟ فرجاني. مين؟ فرجاني. مين اللي عمل فيك كده يا بني ادم؟ بقولك فرجاني. ايه فرجاني دي؟ فرجاني؟ لا لا عملتيها. لا انا مش هسكت، مش هسكت يا ابو سمير، مش هسكت يا ابو سمير. وانت يا سمير خش جوه يا سمير، مالكش دعوه بالمشاكل. ما تعيطش انت كمان، ما تعيطش. بقول لك اخويا ما يتضربش يا عم، ما يتضربش، ما يتضربش يا عم. اهدى بقى يا زماره. يا عم انا اهدى. والله ايوه اخويا اتضرب في 60,000 دمام اتضرب. انا بس مشكلتي ان ما ينفعش ابقى معدي في الحاره ويقولوا يلا اخو زماره اتضرب. يا حبيبي عسليه، حبيبي عسليه ما تعيطش. بس بقى ما تعيطش. واهدى انت كمان. لازم نهدى، لازم نهدى، لازم. القانون في صفوكوا على فكره. الماده 316 من قانون حمايه المستهلك بتقول ان ما ينفعش عسليه يتضرب. ايه ده؟ الماده قالت عسليه؟ اي ما قالتش زماره؟ عسليه زماره اي حد فيكم. على فكره يلا انت محظوظ، انا امسك قضيتك. بس عندي سؤال مهم جدا في سير القضية. سين عسلية عربي لزق، الراجل قبل ما يعزقك العلقة دي ويلفك، لفك اللفة الحلوة دي في قد ايه؟ ده السؤال المهم؟ ايه ده عادي؟ عادي جدا كمان. أنا مش هتكلم إلا في وجود المحامي بتاعي. يهبل من المحامي بتاعك؟ بجد؟ أيوه. أنا أتكلم؟ اتكلم. صلوا على النبي. عليه الصلاة والسلام. طب زيد النبي صلي. عليه الصلاة والسلام. أنا استلمت الشقة من الراجل ده شهر 4. حلو. 2017 شهر 4 ولا 2017؟ الاثنين. الاثنين ده مش اجازه؟ يا ابني الاثنين واحد. من واحد ده كان الاهلي والاتحاد وليد سليمان تقريبا. ايه يا عم ماتش ايه؟ ما تركز معايا. ما انت مش عارف تفهمنا برضه يا عسليه. ماشي ركز معايا. حاضر. صلوا على النبي. على الصلاه والسلام. طب زيدي النبي صلي. على الصلاه والسلام. قلت له اسلمك الشقه 4 سنه 22. حلو حلو يا ابن عمي. يوم يجي 2020 وعايز يستلم الشقه كده انا غلطان. الراجل ما غلطش يا عمرو، مظبط مواعيده على كده ومرستق الدنيا على كده. انا عايز حق اخويا. خلاص ما تعيطش. اتضربت يا عمرو. ما تعيطش بقى. اخويا ما اتضربش يا عمرو. بس يا متخلف انت وهو. انا شايف ان احنا نروح نعتذر للراجل ونحبس اخوه. ايه ده؟ يعني اخويا ملفوف ومضروب وبعدين نروح نعتذر للراجل؟ انا مش هاسكت يا جدعان. يعني هتعمل ايه؟ هنطلع نريح شوية وننام لي نص ساعة عشان هقوم افكر بروقان. يلا. وتسيب حق اخوك يا زمارة. ايوه هسيبه. الحارة كلها تقول اخو زمارة اتضرب يا جدعان. عادي. بقول لك الحاره هتعيرك وتقول لك ان اخوك اتضرب. ما الجمله دي انت لسه قايلها. يا ابني مكتوب كده في السيناريو وبعد كده اروح اضرب الراجل. استهبل ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في السيناريو والله. بجد؟ ايوه يا ابني. يبقى انا ما قريتش كويس. طبعا ما قريتش، تعالى اديك السيناريو. يلا. اتفضل يا عم الامور. اتفضل يا عم. ده بريك يلا يا عم بريك. اه خلص يا عم. طب وانا المفروض اروح فين؟ تعالى اخويا زماره، هي دي الشقه. هي دي الشقة. فين الشقة؟ بقول لك هي ديت. قصدك نفسها تبقى شقة؟ ما ده مش ميعاد تسليم الشقة. خلاص نيجي ميعاد التسليم، يلا بينا. استنى يا بني آدم. هتمشي وتسيب أخوك يتضرب وتهزق يا أخي؟ لا مش أخو الزمارة اللي يتهزق يا عم. خلاص أنا هتصرف. يا شقة وفي كيس راجلها. لا والله إيه؟ طب ما تخصم الشقة بقى أحسن. الله. سيبني أنا اللي أتصرف. لو فيك راجل يا شقة يطلع لي. الحمد لله مفيش حد. يلا بينا.
ايه صوت الجاموسه دي؟ دلوقتي هتطلع شقه؟ جوه شقه. بقول ايه انا يعني حاسس كده ان الشقه مش فاضيه دلوقتي، يلا نيجي وقت تاني. استنى يا عم، انا مش همشي غير لما اخد حق اخويا. هو ده اللي ضربك؟ لا انا بصراحه كنت مسورق مش فاكر. انت اللي ضربته؟ عشان جايب لنا المشاكل. مش معنى ان انا ضربته دلوقتي ان الموضوع خلص، لا ده انا لما اروح افرمه. يلا السلام عليكم. هو اللي مسكني؟ نفس الراجل؟ انت بحكي لي عامل ايه؟ هقول لك انا، انت دماغك هتبقى تحت ورجليك هتبقى فوق، بس بقول لك ايه؟ اوعى تقول له عايز اشرب حمص الشاي. بقول لك ايه يا حبيب؟ ما تظبط لنا اربع ترصاص كبده كده على ذوقك. حاضر، تحبوا تسمعوا حاجه وانتوا بتاكلوا؟ والنبي اغنيه انا جايب الطلبات. هو انا يا زعيف سمعنا اي حاجه؟ الكزبايه وحنجايه عينين فلفل بايه. وانا عينين فلفل ايه يالا؟ عينين فلفل ايه يالا؟ لما انت عامل فالح وناصح كده ادفعوا الفلوس اللي عليكم بقالها سنه. جرى يا عم ظريف، احنا هنطير ولا ايه؟ يا بابا. بابا ايه اسمها يا بابا، احنا في الحاره، ايه تعليم اجنبي يا بابا؟ دول عيال صايعين جدا، ده ممكن يعوروا عربيه الكبده. يعوروها ازاي؟ معلش يا جماعه احنا اسفين، كل السندوتشات اللي في ايديكم وانا هروح اعمل لكم بقيه السندوتشات واجيبها لكم بقى وناكل سوا وكده. لا لا يا حبيب، ما عندناش مساحه للكلام ده، رايحين نسجل مهرجان للشهيه. اول طريق الشهيه يمين. كرتين يا دي حريقه. بقول لك ايه يا حبيب، ما تجيب بقى الميه. ميه ايه؟ ضريبه سقاله. ضريبه؟ جايبين لي الضرايب لغايه هنا على عربيه الكبده؟ ياما ياما لو راحت مني ياما هنسيكوا اساميكم، خصوصا الواد ده. خلاص يا عم زيف، اما تروح منك انا هجيبها لك تاني. ايه دي اللي هجيبها تاني؟ ايه اللي هتروح منك؟ صدق حلوه يالا. ايه؟ ما تشتغل يا عم، ما تتوسخ.